أقامت سفارة مملكة البحرين في لندن الفعالية السنوية في البرلمان البريطاني لجمعية أصدقاء البحرين ومجموعة الصداقة البحرينية البرلمانية برعاية معالي السفير الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين في العاصمة البريطانية لندن. بحضور عدد كبير من الوزراء والنواب البريطانيين، أقامت سفارة مملكة البحرين في العاصمة البريطانية لندن الفعالية السنوية في البرلمان البريطاني لجمعية أصدقاء البحرين ومجموعة الصداقة البحرينية البرلمانية تحت رعاية معالي السفير الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين في لندن، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء والنواب والإعلاميين وأصدقاء مملكة البحرين، يتقدمهم سعادة وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية الدكتور أندرو موريسون، ووزير الظل لشؤون الشرق الأوسط بحزب العمال النائب فابيان هاملتون، ووزير الظل للشؤون الأوروبية النائب خالد محمود، ووزير الدولة السابق لشؤون الشرق الأوسط النائب أليستر بيرت، إضافة لمجموعة من السياسيين والبرلمانيين. وأشار معالي السفير خلال كلمته الترحيبية بأهمية العلاقة التاريخية بين البلدين الصديقين، والتي تظهر جليا من خلال الدور المهم للمجموعة البرلمانية وجمعية أصدقاء البحرين في إبراز الصورة المشرفة للبحرين في المملكة المتحدة، والدور الكبير الذي يقومان به للترويج لمنجزات البحرين المتحققة على كافة الأصعدة، حيث وصفهم كخير سفراء لمملكة البحرين في الأوساط البريطانية. أحرص وبشكل دائم على حضور الفعاليات التي تقيمها سفارة مملكة البحرين، وأنوه بالدور الذي تقوم به السفارة لدعم الروابط المميزة بين البلدين، وذلك تأكيدا للعلاقة المتميزة بين العائلتين الملكتين والتعاون التاريخي القائم بين البلدين الصديقين. أعرب عن اعتزازي برئاسة المجموعة، وتربطني علاقة شخصية بالبحرين تعود لخمسين عاما. نشدد على أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وأسعى من خلال رئاستي للمجموعة على تعزيز التعاون القائم بما يعود بالنفع والفائدة للبلدين الصديقين. أنا سعيدة بتواجدي في الفعالية السنوية في البرلمان البريطاني لجمعية أصدقاء البحرين ومجموعة الصداقة البحرينية البرلمانية، وسعيدة بلقائي مجموعة من الأصدقاء من البحرين، كما أسعدني لقاء عدد من الحضور الذين يتذكرونني من خلال ظهوري على قناة البحرين 55. أشكر معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة على هذه الدعوة الكريمة. هذا وحضر الحفل عدد من البرلمانيين واللوردات من أصدقاء البحرين، إضافة إلى عدد من الشخصيات البريطانية وكبار المسؤولين من وزارة الخارجية البريطانية.